بن غفير تفضل. من أقصى اليمين المتطرف من قيادات المعسكر الإسرائيلي والقوة اليهودية. نتنياهو يعلم جيدا تماما أن الحفاظ على مقعده يكمن بالحفاظ على اليمين المتطرف، لذلك نجد أن كل تصريحات نتنياهو وكل تصريحات معسكره سواء سموتريش أو بن غفير أو من لف لفه من وزير الخارجية الإسرائيلي أو حتى وزير الثقافة الذي قال بأن علينا أن نضرب غزة بقنبلة نووية وينتهي هذا الأمر، وهو يعلم تماما أن هذه التصريحات هي التي يمكن أن تصب في مصلحته وفي مصلحة معسكره وفي مصلحة أصوات الناخبين، خاصة في ظل بداية أصوات من معسكر اليسار من جهة ومعسكر النقابات العمالية من جهة أخرى التي طالبت بانتخابات. رد عليها نتنياهو بالقول نعم لدينا انتخابات ولدينا موعد لذلك بعد سنوات قريبة. هذا الأمر أثار لغطا كبيرا في الشارع الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، والتي تهبت نتنياهو بأنه حريص على مصلحته الشخصية أكثر من أي أمر آخر، وهذا ما يبدو واضحا للعيان. بن غفير وسموتريش وإيلي كوهين وغيرهم ونتنياهو قام وتمكنوا من العودة إلى الحكم والوصول إلى سدة الحكم عبر هذه التصريحات، عبر هذه السياسات، عبر هذه الوعود. جبل الهيكل وفتياد الهيكل هو كان أحد أعضائها، أحد أعضاء هذه العصابات اليمينية الإرهابية المتطرفة. بن غفير تمكن من أن يكون وزير المالية الإسرائيلي، وزير الأمن القومي وغيرها من الوزارات السيادية باستخدام هذه المصطلحات، باستخدام هذه السياسات، وباستخدام هذه الاستراتيجية في منع الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى، في منع الفلسطينيين من النيل حقوقهم، بل حتى من التفكير في ذلك. هذا ليس فحسب، بل إن بن غفير وغيره من الوزراء اليمنيين المتطرفين الآن قاموا بتوزيع السلاح على العشرات بل المئات من العائلات الإسرائيلية في المستوطنات التي من سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة. طبعا هي الآن فارغة، ولكن هناك خطة قريبة لإعادة هؤلاء إلى موطنهم. وقال قبل أيام حينما كان هناك عملية في كريات ملاخي وقتل على إثرها أحد الشباب المقدسيين 3 من الإسرائيليين، كيف قتل هذا الشاب؟ قتل بواسطة أحد المستوطنين الذي يحمل سلاحا. غنى بن غفير وسموتريش على هذه الحادثة كثيرا وصب المواويل حين قال أرأيتم أن هذه السياسة هي التي تنجح في القضاء بين قوسين على الإرهاب والإرهاب الفلسطيني على وجه الخصوص. لا مشكلة لدى بن غفير ولا مشكلة لسموتريش ولا حتى نتنياهو لإحراق المنطقة بالكامل أملا في اشتعال هذه الحرب. هذه الحرب هي التي تمكنه من الوصول والاستمرار في الحكم.